السلام عليكم، كي دايرين لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وهذا الفيديو لقاكم في احسن الاحوال. المهم اليوم فلوغ خفيف، غادي نخرجوا نتقداو وغادي نمشي للبنات باش غادي ناخذ شي حوايج خاصيني، يعني غادي نتقداو داكشي اللي خاص للدار. المهم اول حاجه هي اننا لبست ولبست لوليداتي وغادي نمشيو نتغداو عند الصديقه تاعي كاينه في فوبارنو، غادي نتغداو ومن بعد غادي نمشيو نتقداو وندير لكم جوله في بنات ان شاء الله. وصافي بقاو معايا حتى الاخر. بالنسبه اللي اول مره كيشوف في القناه يدخل اشتراك ويفعل زر الجرس، وما تنساوش لايك واحد الكومنتو يكون زوين بحالكم كيف ما العاده. المهم بقاو معايا حتى الاخر. المهم بنات احنا وصلنا لفوبارنو، البلاصه فين ساكنه صاحبتي، هي راه قريبه لهاد الواد. هاد الواد كيلعبوا فيه الرياضه تاع الكاياك، واليوم كاين غير تدريب تقريبا، لحقاش ملي كتكون شي بارتيتا تيكونوا الناس مجموعين تتكون الدنيا عامره، ولكن اليوم اللي بان ليا غير تيدربوا ودايرين ليهم دوك العلامات اللي خاصهم يدوزوا من بيناتهم. المهم انا ما كنفهمش في هذه الرياضه بزاف. هذه هي البلاصه فين كيلعبوا هذه الرياضه. صافي قلت راه نصور لكم شويه، ودابا صاحبتي راها كتسنى فيا، مازال ما وصلاتش وقتي وقيت الغدا، غادي نمشي نشوفها اش كدير. انا جيت عندها لقيتها مسكينه كتوجد، دابا بغات تصايب البرياني، وهاد البرياني البنات رانا سبق ليا وتشاركتو معاكم في واحد الفيديو. مهم شحال هذا، يعني لو بغيتو خاصكم تمشيو لاشين وتقلبوا على هاد الفيديو تاع البرياني غادي تلقاوه. الصراحة راه شي حاجة اللي رائعة وزوينة، كتصايبو الروعة الروعة. المهم غادي دير البرياني وغادي تصايب الدجاج في الفران. هذا الدجاج درت ليه التوابل تاوعو، راكم عارفين يعني دوك التوابل اللي كيديروا باكستان وداكشي، درت فيه دانون واليوغورت وكاع التوابل وغادخلو الفران. وهذه هي لاصوص، ها هي وجدات، درت فيها الدجاج والبصله راكم عارفين والثومه كلشي. وهذا الماء فاش غادي طيب الروز تاع البرياني، درت فيه عصير سيدنا موسى، القرفه، الخل، الملحه وصافي. وهنا درت الدجاج في الطاوه، غتزيد عليه بطاطا وتدخلو الفران. ولقيتها عاجنه الخبز تاعهم، هاد الخبز البنات داير بحال العيش، الا كتسمعوا بالعيش، العيش بحال الخبز تاع المصريين، عاجناه بالنخاله وكيديروه رقيق بزاف، يعني ماشي كتقرصو بيديها، كتقرصو شويه وكتكمل عليه بالدلاك، كديرو بالدلاك كيجي رقيق. المهم راه قالت لي كاين واحد المثل، قالت لك الا جعتي كل الخبز والا شبعتي كل الخبز، حتى هما تيقولوا هذا المثل. بالنسبه لهذه واحد البطاطا اللي رائعه وزوينه كتحمق، ضقتها واعره، غادي نتشارك معكم، غادي تعطيني المقادير وغنديرها لكم. وصافي وهنايا راه درت بطاطا في الفران مع الدجاج، حتى التتبيله تاع هاد الدجاج زوينه زوينه. المهم الا عجبتكم شي حاجه قولوا لي، يا هند ديري لينا فيديو لحقاش نقدر نطلب منها المقادير وتعطيهم ليا ونتشارك معكم الطبق. بالنسبه للبطاطا اللي قلت لكم راه تجي البنات زوينه 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 والله البنات، الا كلت كلنا هذيك الساعه يعني تميناها، جات رائعه. درت ليها واحد الطريقه خياليه، درت فيها سبيناتشي ودرت بطاطا والبصله مشلضه، يعني الروعه الروعه. وباقي غادي نشد المقادير من عندها وغادي نشاركها معكم في شي فيديو. وصافي وهنايا راه كتخبز في الخبز، وهذه هي الطبيله تاعنا. شوفوا نزارش دار الخبز يعجبو وبقى كياكل كل بلاصه حيد منها شويه. وهذا البرياني كيجي الروعه الروعه الروعه.
وهذه شلاضة، والدجاج اللي دارت في الفران، وبطاطا. الصراحة عندهم دوك البهارات والتوابل الروعة، كتجي الماكلة بنينة ما كتقنعيش منها. وباقي ان شاء الله غندير لكم فيديو في هاد الدجاج هذا بالتوابل تاوعو وسميتو، وبطاطا اللي دارت اللي قلاتها حتى هي كتجي بنينه بزاف. دابا غادي نمشيو نتغداو، ومن بعد غادي نمشيو للبنات ونتلاقاو تمايا باش نوريكم التخفيضات اللي كاينين في بنات. المهم نتلاقاو من بعد. ايوا صافي، من بعد ما تغدينا المهم شربنا كويس تاع اتاي وجينا البنات، غنوريكم التخفيضات، غندير لكم جوله في بنات دايره تخفيضات رائعه. عرفتي حاطين هنايا عرام تاع النواع تاع المقالي، يعني كتاخدي الجات ب 9 أورو و90، يعني تاخدي جوج مقلات اولا طاوه ومقله اللي عجبك كتاخديهم ب 9 أورو و90. هنايا حاطين هذيك الشوايه، كاينه المقله، كاينه هذه على حساب البستيكه تاع اللحم، كاينين الطاوات اللي كيدخلوا للفران. المهم الا خديتي جوج حوايج كتخلصي الثمن وحده. وهنايا كاين السربيس تاع الطباصل، ماشي سربيس غير جوج طباصل، يعني غتاخدي جوج طباصل بجوج اورو. كاينين الالوان الصراحه الديكور فيهم رائع وزوين، كاينين الكبار والصغار، هادو حتى هما يعجبوني، تقدمي فيهم شي حاجة كيجيو رائعين شلاضة. المهم جوج ب 3 أورو و90، يعني دايرة التخفيض لماعن داكشي تاع الكوزينة، زوين ورخيص. وهذا الميزان اللي كتحتاجي يكون عندك في الكوزينة كتعوري بيه، حتى هو تاخدي جوج ب 3 أورو و90، يعني كتاخدي واحد وكتزيري واحد كتاخدي بثمن واحد. كنتمنى واش تفهموا. وهادو مخدات حمقوني زوينين بزاف، شو الرشمات اللي فيهم زوينين زوينين، كاينين لوينات زوينين بزاف. وحداهم لي زور، يعني هادو حتى هما يتاخذي الجات بثمن وحده. وهادو لي زور تاعهم، شوفوا هذه راه فيها يعني ليزار نفس الرشمه تاع الوسادة، تاخدي جوج ب 14 اورو، يعني جوج ليزار ب 14 اورو و 90. نفس الحاجه بالنسبه للمخدات، كاينين هادو اللي سامبل دايرين ليهم 4 أورو و90، تاخدي الجات، يعني دايرين واحد التخفيض رائع بالنسبه اللي خاصينو هذا الشيء تاع الدار وتاع الكوزينه، تخفيض زوين. كاينين معنات زوينين. واللي بغيت نوريكم واحد الحاجه اللي عجبتني هنايا، كاين غير الورد وداكشي تاع الجرده. غنمشي شت واحد الحاجه اللي بغيت نشاركها معكم، هي السكاربيرا. السكاربيرا هنايا دايرين ليها 24، غادي نوريها لكم، بقاو معايا غندور الجهه الاخرى. هنايا فين كاينه هادي البنات، كانت ب 39 أورو و90، داروا ليها 24 أورو، فيها ثلاثة الطاجيرات يعني تاع الخشب، وكاينه اللي حداها تاع البلاستيك، يعني دايرين فيها التخفيض. وهادو البانطوفات حتى هما زوينين، دايرين ليهم 10 أورو، كاينين في الكري وفي الموف، هذا موف بارد، وكاينين وحدين تاع 5 أورو، يعني التخفيض انا بقيت غير كنشوف كل شيء دايرين فيه التخفيض. ودابا غادي نهبطوا للبلاصه تاع السبيزا تاع التقديه باش نتقداو داكشي اللي خاص. هنايا راه كيبيعوا الحوت، ها هو كاين الحوت طري البنات، وفي هاد البلاصه هادي تيكون التخفيض. هنايا ما كاينش التخفيض، ولكن في هاد الثلاجه هادي حتى هويا فريسكو، يعني كتاخديه ديري ليه التخفيض.
غير هو السردين ما بقاوش كيجيبوه، ما عرفتش علاش. هاد شويه تاع السردين داير بجوج اورو، وهنايا دايرين ثلاثه تاع ديكسان تاع الماكينه بخمسه اورو. صافي غادي نتقدى هادشي اللي خاص بالنسبه. هذا زوين، هذا على حساب التجفاف، هاد لي زوفورم هذا زوين تنقي الدار وفي واحد الريحه زوينه. وصافي غادي نكمل انا التقديه وغنقول لكم باي باي. ما تنساونيش لايك، فعلوا الجرس وبارطاجيو، وفي فيديو ماجي ان شاء الله. باي باي عليكم.